طاهري محمد، سن 1971، عايش في مدينة أسيوط. المشكل ديالي أنا متزوج ومريض، السكر ضرب لي الكلاوي وضرب لي الشبكة ديال العين. درت العملية الأولى في أسفي والثانية درتها في مراكش. دابا المصاريف ديال الدواء ما حنت، المصاريف ديال الدواء ما حنت، المصاريف ديال الدار. وليت تنخرج نطلب مع الحباب اللي قسم لي الله تعطيها لي، تنقص في البركة من جات الجريحة، ملي تنقص في البركة كنت نهبط للمدينة وعندي ورقية ديال الدواء ديال مراكش وديال أسفي. التسول كاين، توقع لي هاد المشكل، من وقع لي هاد المرض، السكر ضرب لي، ضرب لي الكلاوي وضرب لي، قطعت عليه رجلي، ما لقيتش حتى الناس اللي كانوا تيدوروا بيا، الاصدقاء ديالي ما بقى عقل عليا حتى واحد. اضطريت خرجت وليت تنسعى باش نعيش ولادي وباش نشري الدواء. كنت بصحتي الحمد لله، ما عمرني عرفت بان التسول كاين، حتى وقع لي هذا المشكل عاد عرفت بان التسول كاين. والحمد لله المحسنين ما تيخليونيش، بلا قسم الله، بلا قسم الله تيعطيوه ليا، ماشي غنكذب. هو داك الشيء اللي تيجيبه الله تناكل منه وتنشري منه الدواء. كانت المرأة كانت تعاونني، كانت خدامة في لوزين ديال السمك، من تا هي دولو تيضروها رجليها ما بقاش تخدم. دابا عايش معاهم، ماشي تقول اب ديالهم، كان اخ ديالهم. المهم ديك المعيشة عايش معي مع الحباب، ماشي شي حاجه اللي عندك شي اللي قسم الله. ولادي عرفوا هاد الواقع اللي واقع عليا، وقال با حنا الحمد لله وشاكرين، اللي بغاها الله عايشين تنريح الله.